المحبة أصدقائي الأعزاء، ألتقيكم بعد فترة انقطاع أقل أسبوع بسبب الظروف الصحية، وإن شاء الله نتوكل بالله في درسنا الآن، أحد الدروس المهمة اللي هي راح ندخل في مقام البيات. هذا المقام اللي راح تشوفون بعد ثواني إحدى الصور اللي توضح أصابع العود أو أصابع اليد اليسرى على زند العود، واللي هي راح تعطيك الشيء التفصيلي والمقرب كيف تستخدم الأصابع في البداية في أن تعزف سلم البيات، وهذا حتى تستطيع في البداية أنه تبدأ بعزف مقام البيات، واللي راح يؤدي بعد ذلك إلى عزف أغنية أو إحدى الأغاني اللي هي تكون على مقام البيات. مثل ما نلاحظ بالصورة أمامكم بالصورة الأصابع، واللي هي راح تكون واضحة أمامكم بالعزف والأصابع، وراح تكون واضحة أمامكم أيضا حتى تركزون جدا بعد ما تحفظوها، وكيفية الأصابع والأصبع الأول أين يكون والأصبع الثالث وهكذا الأصابع. مثل ما نلاحظ بالصورة نلاحظ الآن أصدقائي، راح أبين لكم على العود. هذا العود مقام البيات دائما يكون على يبدأ من الوتر الثالث اللي هو ري. هذا ري منتهي من عنده، مقام البيات يبدأ من الري، إذن يبدأ من الري وينتهي في الري الجواب. يبدأ هذه الأصابع ري مي، البيات ياخذ مي كار، يعني من مي بمول هنا المي كار يكون هنا، المي طبيعي يكون هنا، يعني بالعجم كنا ناخذ هذا المي طبيعي، اذا رفعنا هذا الاصبع يبقى هذا الاصبع يكون مي كار، اذا يكون هنا فيصبح ري مي فا صول لا سي بمول يحتاج 10 مرات، 20 مرة، 15 مرة، 20، 30، 30، 40، إلى 50، إلى 60 مرة في الأسبوع حتى تحصل على طريقة جميلة جدا أثناء العزف الأغنية، وكذلك يكون التون نظيف لديك بواسطة الأصابع. واني لاحظت بعض الفيديوهات الموجودة انه ما موجود طريقة تفصيلية وتوضيحية لسلم البيات وكيف ينعزف، حتى بالتقاسيم فتكون بداية من الري القادمة، ولا تنسون الاشتراك والإعجاب في هذه القناة، وحاضر لأي استفسار واتصال. كما أشكر أصدقائي اللي على طول يرسلون الأسئلة والاستفسار، ومن ضمنهم الأصدقاء بعنوان تمن وقيمة، وهذا حسب الأصدقاء المتابعين اللي أتشرف به، ودائما مستعد وحاضر لأي سؤال، وشكرا جزيلا لكم. تحياتي لكم، وانتظروني في الفيديو القادم، لكم كل التقدير. زيادة هادي.
Thank you.